السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءه جديده وحصريه على القناه لمواليد برج السرطان. برج السرطان دي توقعات شهر يناير الشهر القادم لحياتك باذن الله، تبشراتك تحذيراتك كل ما هيظهر وهيبان في قراءتك النهارده هنتكلم فيه مع بعض. اخر الفيديو هنشوف رساله ربنا ليك ايه، بس انزل في الكومنتات واكتب سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم بنيه قضاء حاجتك، وان شاء الله باذن الله ربنا يجدي لك حاجتك زي ما تكون. هنشوف دلوقتي ايه التوقعات اللي عندك وايه التبشرات وايه الاخبار باذن الله. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. انا اكتر من مره قلت لك ما تخليش حياتك كتاب مفتوح، انت قلبك طيب جدا، من كتر طيبه قلبك اختياراتك ساعات بتكون غلط. شخص عاطفي، عندك هنا مؤامرات عليك او كلام عليك او تهمه مرميه عليك انت مالكش فيها ذنب، او انت يعني حاجه انت ما عملتهاش هم رامينها عليك. قدامك كام خطوه وهتوصل لك الورقه اللي طال انتظارها او المكالمه اللي انت اللي مستنيها، بس خلي بالك ان انت حاليا في معظم قراراتك حيران ومش عارف تاخد القرار الصح. اهملت، انت مهمل اليومين دول، اهملت في صحتك، اهملت في اكلك، اهملت في حاجات كتيره جدا، وعلشان كده بدات تظهر عليك تظهر عليك كده أعراض غريبة، بدأت تظهر عليك حاجات غريبة في حياتك، يعني بدأت تلاقي نفسك كسلان، مخنوق، متضايق. حصل دايما عندك تأجيل في أمور، تأجيل في مواجهات، تأجيل في حاجات في حياتك، فما تقلقش، كل حاجة بتتأجل اتأكد تماما إن هي من صالحك. بص، أنت هنا عندك ضغط، الضغط ده انت مش مرتاح فيه، يعني انت من كتر الضغط اللي انت فيه مش مرتاح. عندك خبر حلو، الخبر ده هيجيلك علشان انت مستنيه على نار، يعني اقدر ابشرك واقولك الخبر اللي انت منتظره ومستنيه على نار هيجيلك. في هنا بينك وما بين الشريك كلام، بينك وما بين الشريك نفور، وفي تعقيد، في عقبة موجودة بينك وما بين الشريك. انت حطيت حد بينك وما بين علاقات، بينك وما بين اشخاص. عندك انسان هنا في حياتك دايما يعني بيفكر فيك، عايز يكلمك بس متردد، عايز ياخد خطوه اتجاهك، او عايز يكون في كلام بينك وما بينه. حاول تحسم مواضيعك اكتر، حاول ان انت ما تكونش متردد وتكون متقلب المزاج الايام دي. عندك شخص هيدخل حياتك وهيبقى في كلام بينك وما يعني في كلام بينكم وبين بعض. افكارك الفتره دي انت يعني مندفع، بتفكر، هيكون عندك اجتماع، عندك امور احسن من الاول. واقدر اطمنك وابشرك ان انت عندك لا اما سفر لا اما تغيير عتبه، انت هتطلع هتاخد خطوه لقدام. خلي بالك انت هنا بتكلم حد على فلوس، او في فلوس جايه لك في موضوع فلوس. الفلوس اللي هتجيلك دي هتسد منها مبلغ، علشان انت من كتر الديون اللي عليك، وانا دايما اقول لك الديون وجعت لك ظهرك، انت ما بتحبش تنام ويكون في فلوس عليك، وعلشان كده من اكتر الايام دي مارر بأزمة ومشكلة وبتحاول تخرج نفسك منها. صدقني ربنا هيفك كربك وهيخرجك من الهم اللي انت فيه. انت ما بقتش تقول في حاجة اسمها حب، يعني على قد ما انت عاطفي ودايما بتدور على الحب، بتدور على الحنان، بس دايما بتحصل لك عراكيل ومشاكل، دايما بتلاقي امور معقده. خدت صدمه كبيره، الصدمه الكبيره دي ربك هو اللي عالم كان سببها ايه. صدمه كبيره، او عندك حد في بيتك مصدوم من حد الله اعلم، بس كان في صدمه خدتها انت، خدت ضربه على راسك قويه. وفي نفس الوقت عندك حد من العيله مريض او مسجون او في خنقه او في ضيق، الحد ده انت زعلان عليه، ربك هيشفيه. خلي بالك ومش عايزاك تاخد قرارات متسرعه الايام دي، علشان خاطر انت محسود، والحسد ده ممكن يخليك تنفصل عن الشريك،
الحسد ده ممكن يخليك تمر بأزمة وبعد كده تندم عليها، علشان انت الأيام دي عندك طاقة ندم. أقدر أقولك إن في خبر حلو، والخبر الحلو ده يعني طال انتظاره لحياتك. انت الأيام دي حرفيا بتحاول تبدأ حياة جديدة، بتحاول تركن كل الأوجاع وكل المشاكل اللي انت بتمر بيها حاليا، علشان انت مستعد، يعني بتحاول تستعد. بس في هنا تربط وفي حسم موضوع، يعني اقدر اقولك ان انت عليك قيود وفي زعل بينك وما بين شخص. الشخص ده هيكون فيه كلام بينكم، والتعقيد اللي انتوا فيها دي هتتفك. بس خلي بالك من نفسك، علشان في ناس حطاك في بالها، وفي ناس بتتكلم عليك ودايما جايبة في سيرتك، وانت من طيبة قلبك مدي الامان. هتفضل لحد امتى مدي الامان؟ ما تديش الامان زيادة عن اللزوم، علشان محدش هيقدر ابدا اللي انت بتعمله علشانهم. بالعكس، هم هتلاقيهم بيطعنوا فيك، وكمان هتلاقيهم واخدين كل الحاجات اللي في حياتك. عارف السبب اللي مبوظ لك حياتك ده كله؟ هو شخص كده هو اللي مضايقك، وعشان كده دموعك على خدك. بتشتغل او مقدم في شغلانه الله اعلم، بس فكر بايجابيه شويه. انت دايما بتحاول تعافر، بتحاول تبني وتكمل وتشتغل عشان خاطر توصل لهدفك، فمهما تعمل انت كده كده هتوصل لهدفك في ان شاء الله بإذن الله. بس ليه دايما اقولك ان انت عندك صراع بينك وما بين العقل؟ العقل والقلب عندك في صراع دايما، الاتنين مش راضيين عن بعض. العقل عايز حاجة عندك والقلب عايز حاجة تانية خالص، وعلشان كده انت مخنوق. عندك هنا انفراجة حلوة جدا، بس انت مشكلتك ان انت بتتعامل بنية صافية مع اشخاص هم مش فاهمين كده، فاهمين ان انت ضعيف، فاهمين ان انت بتحبهم ومش هتقدر تستغنى عنهم، بس انت مش كده. انت مش كده، يعني انت مش زي ما هم فاكرين. يعني انت الايام دي هيكون عندك امور هتحسمها، وعندك تغيرات حلوة مع طاقات إيجابية هتوزعها عليك. بس هم هنا بيتكلموا عليك ومش بيت... يعني بيتكلموا عليك وجايبين في سيرتك في توم انت ما كانش ما خطرتش في يوم على بالك. بص هنا، انت هنا دايما بتعمل الخير وبتلاقيه شر. بص، القلب عندك موجوع. دعيت ربنا في يوم من الايام ان ربنا يفك كربك، فما تقلقش، علشان الفرحة دي هتتوزع عليك، علشان انت دعيت ربنا وربنا استجاب لك. في هنا كمان تقالب امور او تقالب حياة، يعني في هم او في مسؤولية انت شايلها لوحدك ومحدش شايل معاك في حاجة. بتعافر ومازال بتعافر في أمور معقدة في حياتك. الفترة اللي جاية دي هيكون عندك نجاح، والنجاح ده هيجيلك من ورا كلام انت هتسمعه هيضايقك، بس بعد كده هتحس قد ايه ان كان من بدري المفروض تسمع الكلام ده، علشان الكلام ده هيخليك تعمل قعدة، وهيخليك يكون في كلام، وهيخليك تعرف عدوك مين حبيبك الفترة اللي جاية بإذن الله بفضل ربنا. بص، انت بتاخد خطوات غريبة في حياتك، بس روحانياتك عالية جدا، او الحاسة السادسة عندك عالية، وعلشان كده هيكون عندك دعم حلو مع حظ وفير الفترة اللي جاية بإذن الله. انت واقف في طريق صعب، طريق حس ان هو هيموتك. لأ، انت مش واقف في طريق صعب، انت الطريق ده سهل قدامك، بس هو فيه شوك كتير من الحسد الشديد اللي مخليك ركبة فيها وجع، صداع مستمر، ومن كتر شدة الحسد عليك
خنقة في النفس وإرهاق ومفيش اكتمال في أي حاجة، ده بس سببه العين والحسد. انتوا متألقين وقلبكم جميل وحياتكم جميلة، فما تسمعوش لحد أبدا، علشان انتوا مش ضامنين هما بيحبوكم فعلا ولا هما قاصدين يخنقوكم ويضايقوكم. فياريت تركزوا على أهدافكم وتركزوا على الخير اللي جاي لكم. أقدر أقول لكم إن انتوا عندكم شراء أشياء جديدة، والأشياء اللي انتوا هتشتروها دي هتكون حلوة. انت داخل على الأيام اللي جاية وخايف، خايف لا يحصل لك نفس اللي حصل لك الفترة اللي جاية. لأ، ما تخافش من حاجة أبدا طول ما انت واثق في حكمة ربنا. لو انت فضلت لو فضلت خايف مش هتلاقي أي استكمال في حياتك ولا أي خبر هتسمعه. لأ، انت عافر، جاهد، أوصل، كمل، علشان الفرح لحياتك الأيام اللي جاية هيتحصد فيه أخبار سارة. أقدر أقول إن في فترة من الفترات هتكون فترة تعب وإزعاج من أشخاص موجودين في حياتك وإنت لسه ما طلعتهمش في حياتك. الأشخاص دول على قد ما هيجيلك منهم قلق، على قد ما هيكون عندك نجاح في أمور هتخلص. طب أبشرك بشرة حلوة، في هنا انتصار على بعض الأعداء، على بعض الأشخاص اللي عمالين يخططوا لك ويوقعوك في حفرة من فترة. انت عشت بعض المتاعب، عشت بعض خدت فترة من الفترات اللي كنت وقعت فيها او مريت بأزمة وتعبت نفسيا وصحيا. لا، قلبك اللي اتكسر ده اكتر من مرة، ربك ان شاء الله بإذن الله هيوريك الاختيار الصح، وهيعرفك ان اللي انت عشته الفترة اللي فاتت كان غلط وما كانش ينفع تعيشه. في فلوس جيالك، والامور زي ما قلت لك اللي هي بتتأجل في حياتك دي تأجيل من عند ربنا، فانت ما تقلقش، عندك هنا امل جديد. في كمان اجتماع حلو جدا هيدخل في حياتك. انت هنا بتحاول الفترة دي تركز في بعض امورك علشان تجيب لك انفراجات. طيب خلي بالك من شغلك، خلي بالك من بيتك، خلي بالك من شريك حياتك، خلي بالك من الحاجة اللي في حياتك. وبلاش ان انت على طول تشتكي من وجع في الدماغ، ده بسبب بس المشاكل وبسبب طاقة التفكير اللي انت ماسك فيها ومش عارف تطلع منها. اطلع من طاقة التفكير دي علشان امورك تبدأ تتظبط. وعايز اقولك على حاجة تاني، بلاش الاستعجال، اوعى تكون مستعجل. حاول الفترة دي ما تبقاش مستعجل ولا في قرار ولا في حاجة ولا في أي أمور أبدا، بالعكس كون هادي جدا علشان خاطر أنت الحاسة السادسة هتخليك تشوف أو تحس بحاجات محدش بيحس بيها أو حد ممكن في يوم من الأيام يحس بيها أبدا. أنت هتكون متألق وواثق دايما من خطواتك، وده أجمل ما فيك. طيب بعض منكم ممكن يكون عنده قلق، عنده خوف، أو عنده حيرة. أنت هنا دايما محسود في أموالك، وخلي بالك أنت هنا بص شايف اختيارين حيران فيهم، أو مشكلتين، أو موضوعين الله أعلم، بس أنت عندك كذا حاجة حيران فيها. مشكلتك انت لما بتدخل في موضوع او في حاجة تحيرك ما بتعرفش تاخد، او ما بتعرفش يعني ما بتعرفش تاخد موضوع، بتلاقي الضغط عليك ومتقسم على حياتك. في بعض الاحيان بتحس ان انت خلاص مش عايز حاجة من الدنيا، عايز تقف خلاص، حاسس بالتقلب، حاسس بالضغط، في حاجات كتيرة جدا هنا حاسس ان هي بتحصل لك وانت ملكش دعوة بيها او ملكش ذنب فيها. بالفعل انت في حاجات كتيرة فعلا بتحصل لك انت يعني مش مفروض دي تحصل لك، بس ما تقلقش، ربنا علشان زي ما قلت لك بيحبك فهتلاقيه بيبتليك، وعلى قد ما ربنا حب عبده بيبتليه، فانت ما تقلقش. طول ما ربنا بيبتليك اتأكد ان ربنا بيحبك وكمان عايزك تكون احسن حد في الدنيا،
فدي حاجة ما تقلقكش خالص، بالعكس انت بس كون منصور وكون واثق من كل الخطوات اللي هتكون في حياتك الفترة اللي جاية بإذن الله. في دايرة والدايرة دي مقفولة عليك، يعني انت الدايرة دي مقفولة عليك، مش عايزاك تيجي على نفسك عشان ترضى حد، مش عايزاك تيجي على اي، يعني مش عايزاك تيجي على صحتك ولا تيجي على اي حاجة تخص حياتك علشان خاطر انت مخنوق. بص، في شخص هنا في حياتك ندمان ان هو خسرك، شخص صدمك او زعلك في كلام، ندمان، عنده طاقة ندم، زعلان قوي ان هو سابك وان هو خسرك، ونفسه يكلمك بس خايف منك، خايف من ردة فعلك، او خايف. في هنا خدعة، انت حد خدعك من اصدقائك، حد خدعك من مقربين ليك. مين حرف الالف؟ حرف الالف اللي هو موجود في حياتك. الشخص ده مخنوق ومتضايق وانت بتدعي ربنا، ربنا يفك كربه، وان شاء الله باذن الله ربنا يفك كربه. في هنا حرف الواو برضو موجود في حياتك. دايما اقول لك خلي بالك من اطراف تالتة ممكن تتدخل، مش عايزاك تسمع لحد. في ناس كتيرة جدا زعلتك، في ناس هنا طاقتها دايما بتتوزع عليك في حاجات انت ملكش فيها اي ذنب. خلي بالك انت انفراجاتك حلوة، طاقاتك اللي بتتوزع عليك فيها اخبار سارة. انت هنا بص عندك مغادرات او مبادرة جديدة هتبدأها في لقاء مع الحبيب الايام اللي جاية، علشان خاطر الدعم اللي هيكون لحياتك هيبدأ من جديد، يعني مش خلص خلاص، لا انت لسه داخل في اخبار، داخل في قراءات كتيرة جدا. انت بتحب، معروف عنك ان انت بتحب القراءة، او بتحب ان انت بتحب دراستك حاليا، الله اعلم، بس في حاجات انت الايام دي حاببها، وطول ما انت حابب الحاجة بتاعتك هتلاقي فيها تقدم، وهتلاقي فيها اخبار سارة في مستقبلك، اخبار سارة في توقعاتك، في احداثك، الله اعلم. في هنا كمان مشاعر قوية بينك وما بين حبيب، مشاعر قوية بينك وما بين صديق. انت هنا بتعيد حساباتك، بتعيد امورك، بتظبط ورقك، بتظبط اشياء موجودة، الله اعلم، بس انت هنا شايف في امور هتكتشف قدامك. وخلي بالك ان انت ممكن تتعرض لموقف محرج من صديق او من حد مقرب، فدايما اقول لك عيد ترتيبك في امورك، وما تطلبش المساعدة من اي حد، علشان خاطر انت مش محتاج مساعدة، كده كده المساعدة جيالك، والاخبار السارة هتلاقيها بتتقدم ليك من عند ربنا، البشر السارة دي كلها هتتوزع عليك. ليه؟ علشان انت دايما مؤمن بالله، وطول ما انت مؤمن بالله عايزاك بقى تخلي بالك كويس جدا الفترة دي على العيلة، يعني العيلة او عيلتك او عيلة الشخص اللي موجود في حياتك، الله اعلم، بس عايزاك من اكتر الفترات الايام دي تخلي بالك من العيلة كويس جدا. ليه؟ عشان في راحة بال طال انتظارها. خلي بالك انت ما عادش عندك رصيد ان انت توزعه على الاخرين. في هنا قرار او ثقة، في ثقة بالنفس هتاخدها، يعني ثقتك بنفسك هتزيد، هترتفع من شأنك. خلي بالك ان انت هنا برضو بتسأل عن حمل او خبر هيخص حمل، صح الكلام ده؟ في اخبار تخص اطفال، باذن الله هيكون عندك اخبار حلوة، بس خلي بالك من طاقة السحر اللي بتتجدد لك من أشخاص مقربة لحياتك. وعشان كده من أكتر الفترة دي أنت بتعاني من خمول وكسل، بس زي ما قلت لك في فرحة بشراء أمور جديدة
بأيام حلوة بإذن الله. انت واثق، وطول ما انت واثق هتلاقي الخير والرزق والتفاؤل والسعادة في أمورك. بس بلاش فترة اللخبطة اللي انت بتعيش فيها، بلاش الإحباط اللي انت مدخل نفسك فيه. انت كل توقعاتك بتدل ان انت عندك بشر حلوة، عندك راحة من بعد الخذلان اللي انت شفته في حياتك. طيب عايز اقولك على حاجة، انت لو الأيام دي عدت أمورك ووزنت حساباتك هيكون عندك خطوة 2 3 4 5 حلوين جدا، وهتوازن أمورك. والفترة دي يعني أنت هتسمع الخبر الحلو اللي طال انتظاره إن شاء الله بإذن الله. في شخص أنت بعدت عنه، الشخص ده كان بيستغلك وغلط في حقك وخرجته بره حياتك، عايز أقولك إن هيجيلك 100% علشان برضو في حد وصل له حاجة عنك، فهيبقى في كلام الأيام اللي جاية وهيحاول يعني هو كده هيرجع لك، وساعتها القرار هيكون قرارك أنت. بس أنا دايما أقول لك إن أنت عندك حنين واشتياق ولهفة. يا هل ترى الحنين والاشتياق اللهفة ده لمين؟ مين الأشخاص اللي أنت مشتاق لهم ونفسك تشوفهم، أشخاص نفسك تتكلم معاهم؟ الله أعلم. بس أنت دايما أقول لك عندك اشتياق ولهفة، والاشتياق واللهفة دي ربنا هيجمعك بمن تحب الفترة اللي جاية، علشان خاطر اللي أنت شفته في حياتك مش قليل. أنت شفت كتير من قساوي ومن حزن ومن غدر، شفت اتطعنت اكتر من مرة، خاب ظنك في ناس كتيرة جدا، بس ربك هو قادر على كل شيء. وعلشان كده عايزك تخلي بالك من نفسك، والصراحة اللي في العلاقة بينك وما بين الشريك مش عايزاها تكون طول الوقت. بلاش تكون صريح طول الوقت، بلاش يعني تحط نفسك في شخصية مش شخصيتك. لأ، انت تعامل بطبيعتك. الشريك كمل معاك، كمل ما كملش اوعى ان انت تحاول ان انت تعمل شخصية مش شخصياتك. لأ، انت تعامل معاه بطبيعتك. في ست هنا، الست دي عاوزة تأذيك بأي طريقة. الست دي بتلف حواليك، بتلف حوالين رقبتك علشان تخنقك وتموتك. فياريت ما تأمنش لأي حد، كفاية اللي انت فيه. اللي انت عشته مش سهل، اللي انت عشته كان صعب على اي حد انه ممكن في يوم من الايام يعيشه، بس انت استحملت. وعلشان استحملت عوض ربنا هيتقسم عليك على كذا مرحلة، اتصال مفرح، بشرة خير، وفرحة بقضاء حاجتك بإذن الله. لو كان في ورق في المحكمة عندك فهيخلص، ما تقلقش خالص. ورسالتك عايزاك تطمن، علشان لو جات لك الفرصة تكون انت يعني على قد ما الفرصة بتتأخر عليك، علشان لما تجيلك تكون انت منتظرها، او تكون انت طال انتظارها. وطول ما في حاجة طال انتظارها في حياتك صدقني هتعيش فترة من الراحة. ما تزعلش على اي شخص سابك متعمد، وما تعلقش نفسك باي حد ممكن في يوم من الايام ان هو يسيبك. شايف القلب الموجوع اللي عندك ده، والمواضيع اللي شغلة بالك من تقلب المزاج، صدقني ايامه هتعدي، وهتلاقي قد ايه تعويض ربنا عليك باذن الله. يعني حاول، انصحك ان انت تعيد امورك وتعيد حساباتك، وتستغل كل فرصة موجودة في حياتك الفترة اللي جاية، علشان خاطر هتجهز نفسك لفرح وغنى الأيام اللي جاية. في كمان هنا طاقة، والطاقة دي هتكون حلوة. انت بدأت تلغي صداقة، بدأت تلغي ناس من حياتك أزيوك. هنشوف بقى رسالة ربنا ليك ايه، وبتقولك ايه الأيام اللي جاية. بسم الله ما شاء الله. طيب رسالة ربنا ليك، انت اتألمت كتير فيما مضى، والحزن فيك قد قضى. لا تندم، فالقادم هو ليك فرح واخبار سارة بإذن الله، والضحكة هتعود لحياتك. بس انزل في الكومنتات واكتب الله اكبر.